ما شاء الله البطولات في رجليك ايه وفي ايدك كمان، بطوله جديده اهو، ربنا ماسك الخشب اهو، ربنا دي ما نعمه، بطولات كتير، عاوز دور على البطولات، شوف النادي الاهلي فين هتلاقي البطولات معاه على طول. طبعا طبعا الحمد لله، الحمد لله ده فضل ونعمه عند ربنا، ربنا كرمنا النهارده الحمد لله، ودخلولي برضه تعب معانا النهارده اهو، قاعد عمال يحتفل يرقص ورا، لا والله الحمد لله تعبنا لعيبه رجاله، وان انت تبقى خارج من ماتش زي ماتش الزمالك، في ماتش الاتحاد في البطوشه دي، وتلعب 120 دقيقه بنفس الروح دي وبنفس الاداء ده، وتجيب وتضيع ويبقى عندك فرصه انت تكسب، طبعا الحمد لله وتوفيق من عند ربنا، وبشكر طبعا اللعيبه رجاله والجهاز الفني، احنا تعبنا قوي والله الحمد لله. مليون مبروك، الله يبارك فيك يا شريف. مكملين معاك كابتن ايمن في تغطيه خاصه حصريه، مروان نجم نجوم النادي الاهلي، يمكن